دايما هنا في فقره وان شوت بنبرز اللقطات الايجابيه والدور المجتمع للرياضيين بشكل عام. امبارح كان في لقطه مميزه جدا من ثنائي نادي بيراميدز حسين السيد ومحمود وادي بعد زيارتهم لاحدى دور الرعايه اللي بتواجد فيها عدد كبير من الامهات المسنات وقاموا بتقديم الهدايا لهن بمناسبه عيد الام في لقطه كان ليها صدى ايجابي بالتاكيد بقى عايز اقول على السوشيال ميديا. والاهم انا بالنسبه لي مش بس كده وهي نظره للاجيال القادمه سواء رياضيين او شباب او حتى كل المتابعين لكل النجوم دول. النجوميه مسؤوليه لما يشوفوا نجوم بيبقوا متواجدين وعارفين الدور المكتمل اللي عليهم والدور اللي المفروض يقدموه لامهاتنا في دور الرعايه شيء بالتاكيد بيدعو للايجابيه ونتمنى من اجيال الغد ان شاء الله يكون عندها نفس المسؤوليه.